بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين قوما صالحين.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وكانوا فيه من الزاهدين.
وكذلك مكنا كذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال مثواي